تتخضش يا خالد، انا كويسه والله. ما تتخضوش يا عيال، عاطف حبيب انا كويسه وزي الفل. لا لا يا ماما انت مش كويسه، وكان لازم بقى نوديك المستشفى عشان نطمن عليك. ما انا قلت لها وربنا، بس انا شفت دماغها. وانتوا بتطلعوها ليه بس يا عاطف؟ يا ابني اطمن يا خالد، ده دوخه وراحت لحالها. يا جماعه الحمد لله، كنا فين وبقينا فين؟ بس انتوا لو شفتوا منظري وانا مخضوضه في الشارع. خلاص قدر واللطف يا سعاد، روحي شوفي ولادك. ده انت تعبتي معايا النهارده، شقري عليا الصبح يا حبيبتي. ماشي يا حاجه، تأمريني بحاجه؟ تسلمي. الف سلامه عليك يا حاجه. الله يسلمك، وصلها يا خال. حاضر يا ماما. بسيتك العافيه يا ابني. اهلا، ما تتخضش. سلامتك يا ام. اهي المستشفى كلها جت يا ماما. احكي لي ايه اللي حصل. يلا ربنا يطمنكم عليها. سلام يا عم سيد. مع السلامه يا سعاد. الله يسلمك، مع السلامه. فهمني بقى يا حاج سيد ايه اللي حصل بالظبط. والله يا خالد يا ابني علم علمك، انا كل اللي اعرفه بالظبط ان انا زي زيك، بس البيت سعاد جت كلمتني بالتليفون وقالت لي الحق يا عم سيد، ام حسن وقعت من طولها في الشارع. انا مش بتكلم على اللي حصل النهارده يا حاج سيد، انا بتكلم على اللي بيحصل بقاله فتره ومش قادر افهمه. ايه اللي بيحصل يعني؟ انا مش فاهم. لا انت فاهم كويس قوي يا حاج سيد، امي ما بتخبيش عليك سر، دي ساعات بتقول لك حاجات ما بتقولها لناش احنا اصلا. ام حسن ما عندهاش اسرار ولا نيله. امال ايه الحاجات الغريبه اللي بتعملها اليومين دول دي؟ ورجوعها كل يوم متاخر مع انها كانت بتنام اذان المغرب. وايش ايش؟ ايش ايش اللي طلعت لنا في البخت فجاه دي؟ ايش ايش؟ مش دي بنت عم حسان الله يرحمه؟ اه بنت حسان الله يرحمه. طب ايه بقى اللي يفكر امي بها بعد 20 سنه وتروح تستخبى عندها؟ بقول لك يا ابني انا ماليش لا مؤاخذه في الحوارات دي كلها. انا كل اللي اعرفه إن أمك قلقان عليك أنت وأخوك من ساعة ما سبتوا الشغل وقعدتوا لها هنا في البيت، وهي عمالة تلف وتدور حوالين نفسها لحد ما سقطت من طولها. أنا خلاص رجعت أشتغل تاني يا حاج سيد. اشتغل فين؟ رجعت أشتغل في مكتب سالم زهران تاني. مش ده المحامي بتاع جابر طاحون؟ شفت بقى إن أمي ما بتخبيش عليك سر؟ لا ما هو خلاص خلاص يا حاج سيد، تمام أنا فهمت كل حاجة. أنا بس حبيت أطمنك وافهمك ان انا رجعت الشغل عشان اطمن امي، وهو بالمره ساعد في مصاريف البيت. مصاريف ايه بقى؟ ده انت طينتها على الاخر. طينتها ليه؟ امك ما كانتش مرتاحه للراجل ده، وما كانتش مبسوطه ان انت عاوز تروح له. ما تقلقش انا هطمن امي. بقول لك ايه، ولا تطمنها ولا تتكلم في الحوارات دي تاني، خلينا نستنى كده شويه لحد ما نطمن عليها وعلى صحتها وتقوم لنا بالسلامه.